أحبة الرياضيين متابعي قنواتي بين سبورتس أينما كنتم وأينما. طبعا ضربة البداية تحضر في يد الأثناء من السيدة، كرة ملعوبة عالية رأسية، فرصة حاضرة المنتخب الفرنسي في محاولة الاستحقاقات القادمة والتحضيرات القادمة في فرصة خطيرة لسيدات المنتخب الفرنسي. يحاولن في كرة تحديد الساد ميشيل في مدينة كان. الكرة تعود من جديد للدقائق، الكرة الملعوبة العالية الرأسية الحاضرة في منتخب فرنسا بنتيجة 2-2. نعم، كانت المباراة في ماشي عن طريق سنتي بالتيمور، محاولة داخل المنطقة، تصويبة وهدف أول كاد أن يكون حاضر. منتخب فرنسا، سيدات المنتخب الفرنسي بنتيجة 8. الكرة الملعوبة العالية الرأسية، الفرصة الحاضرة لأولى الأهداف لكن تتحول إلى ضربة مرمى. 6 دقائق لعب عزيزي المتابع في هذه المواجهة الودية التي للمنتخب الفرنسي في كأس العالم للسيدات. أولها كانت في 2003 لمصلحة سيدات المنتخب الإنجليزي. التصويبة الحاضرة لكن سهلة يحاولنا في تسجيل أول أهداف في هذه المواجهة. كرة تجاوز في هذه اللحظات يهددنا بشكل مميز بعد أن كانت معظم المحاولات لسيدات المنتخب الفرنسي. اللاعب باتجاه اللاعب كيربي، محاولة لمصلحة سيدة الأثناء، ربما قد يسجلنا في أي لحظة سيدات المنتخب الفرنسي لأنه تمريرة خاطئة من قبل ميدا الأقرب لها حارسة المرمى برود ماجينين. كرة عالية داخل المنطقة، ما زالت الخطورة والتسديدة التي كانت حاضرة، التصويبة كانت حاضرة من قبل اللاعب ديني لكن اعتلت العارضة ميدا والتمريرة الخاطئة في اللعبة الماضية. الوقوع في المحظور من قبل سيدات المنتخب الفرنسي. المنتخب الإنجليزي وبعد ذلك التمريرة الخاطئة والتجديد الخاطئ والتصويبة. تصويبة حاضرة بشكل جميل من قبل اللاعب غوستيفن باريس. صوب إي وايت إلى باريس بتمريرة جميلة لكن في موقف الأوسايت باريس. ضربة زاوية، كرة أرضية حاضرة، باريس بتصويبة مرة أخرى وضربة زاوية من جديد. خطيرة هذه اللعبة. المنتخب الفرنسي كرة عالية، خروج خاطئ منها حاضرة، كرة للقائم الثاني، رأسية تحضر. المنتخب الإنجليزي تحضر بشكل قوي ومرة محاولة فيغوفين، تصويبة من فيغوفين، تصويبة حضرت بشكل جميل. وهذه اللاعبة سيندي، اللاعب طريقة اللاعب سنتي الخط الأمامي للهدف. نعم، جول يحضر لسيدات المنتخب الفرنسي في هذه الأثناء عن طريق اللاعب سنتي بالتيمور. تسجل أول أهداف سيدات المنتخب الفرنسي بعد عدة من المحاولات، محاولة من الناحية اليمنى، الكرة العالية الرأسية لكن حتى الآن حارسة المنتخب الإنجليزي تحضر بشكل. سيدات المنتخب الفرنسي هي أيضا حاضرة بشكل أشمل، وفرصة تحضر، فرصة كانت موجودة أيضا عن طريق اللاعبة، فرصة للتسجيل للهدف. الجول الأول نعم يأتي لكن راية المساعد الإنجليزي. كرة ملعوبة عالية من قبل اللاعبة أليكسا غرينوود، تعود في وسط الملعب، ركلة جزاء، ماذا هي؟ كرة خطأ وحالة تسلل. نعم، فرصة تحضر، مرور بمهارة،
من قبل اللاعب كاتوتو. الملابس التصويبة التي تحضر ما زالت الخطورة وحارسة المرمى. الحارسة بيرود. كرة عالية أليكس جروود. عرضية حضرت لكن حارسة المرمى بالإنجليزي مرة أخرى سيدات المنتخب الإنجليزي فرصة تحضر لكن صفرت السيدة سارة اليمنى. رأسية تحضر عن طريق كاتوتو. التيمور تحاول بالتيمور الكرة العرضية فرصة عن طريق في غوفين كادت أن تسجل ثاني لمصلحة المنتخب الفرنسي وتصويبة حاضرة من قبل اللاعب دالي. المنتخب الإنجليزي في الشوط الثاني يفكر في كيفية العودة في نتيجة اللقاء. نعم كيفية العودة مرة داخل المنطقة منطقة الجزاء ربما التوغل التمريرة الحاضرة ومن ثم التصويبة التي حضرت بعد ذلك هي اعتلت العارضة الأفقية لمرمى الحارس برود ماجين. لكن على مستوى الصعيد الأوروبي في محاولة فرصة حاضرة عن طريق اللاعب ديني لكن تجاوزت الخط الكرة وعبرت عن طريق اللاعب ميدا. أو هي ديني صاحبة الرقم. عندي محاولة المنتخب الفرنسي داخل المنطقة تصويبة حاضرة لمصلحة المنتخب الفرنسي من أمم أوروبا للسيدات وكان المركز الثالث المنتخب الإنجليزي فرصة عن طريق اللاعب غوفين اللي كانت حاضرة تعود في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-2 في كيربي. أيضا كرة رأسية تحضر نعم رأسية عن طريق اللاعب كير وولش. تصويبها من بعيد لكن ما زالت الخطورة قائمة والتدخل في اللعبة الماضية تدخل حاضر في اللعبة الماضية وبطاقة. لاعبات المنتخب الفرنسي هل يسجلنا الهدف الثاني؟ نعم يسجلنا الهدف الثاني يسجلنا لاعبات المنتخب الفرنسي الهدف الثاني ويتقدمنا مرة أخرى عبر النتيجة ويوسعنا الفارق بنتيجة 2-0. البديلة فيفان من علامة الجزاء بعد الاحتكاك اللي كان متواجد ما بين اللاعبين. كرة داخل المنطقة هايم تحاول هايم وركلة جزاء تحتسبها سارة. ركلة جزاء تحتسبها حكمة المباراة سارة. الهدف الأول هل يسجلنا؟ نعم يسجلنا الهدف الأول. لاعبات المنتخب الإنجليزي يقلصنا الفارق في هذه الأثناء عن طريق اللاعب كيربي تقلص الفارق من علامة الجزاء وتضع كرة. مرور من ديني داخل المنطقة ديني وثالث أهداف المنتخب الفرنسي. فرنسا تسجل الثالث. لاعبات المنتخب الفرنسي يسجلن ثالث أهداف هذه المواجهة ويتقدمنا مرة أخرى عبر النتيجة ويعود لتوسيع الفارق مرة أخرى. مرور بمهارة كان حاضر من الناحية اليمنى من قبل اللاعب ديني مرة عدت وبالتالي لعب التمريرة والخلاص اللي كان حاضر والفينش الجميل اللي كان متواجد من قبل اللاعبة كاتوتو التي وضعت الكرة في المرمى وأعلنت تقدم سيدات المنتخب الفرنسي مرة أخرى 3 فارق.